بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم كانت منافستي في وزن 79، حصلت على المركز الثاني، الميدالية الفضية الحمد لله. طبعا أهدي هاي الميدالية لشعب الإمارات ولحكام الإمارات، طبعا أهديها لنادي خرفكان سواء اللاعبين والإدارة، أهديها طبعا للاتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، وسعيدة جدا بهذه البطولة، سعيدة بهذه الميدالية، وإن شاء الله القادم أفضل. طبعا عندنا منافسات ثانية بتكون في الشهور القادمة إن شاء الله. طموحاتي أني أوصل للتأهيل لطوكيو 2020.